قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وأنه قال أيضا ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المسبل إزارة، والعادة في بعض المناطق لبس الإزار مسبلا، فما هو التوجيه شيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا الذي قرأته ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النهي عن الإسبال والوعيد على ذلك، لأنه من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومنهم المسبل، والإسبال أن ينزل اللباس عن الكعبين، ينزل اللباس عن الكعبين سواء كان ثوبا أو إزارا أو بشتا أو بنطلون أو غير ذلك، سراويل يعني، ما نزل عن الكعبين بالنسبة للرجل فهو إسبال متوعد عليه بأشد الوعيد. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك، والإزار والثوب سواء في هذا كل اللباس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.